اليوم بالنسبة لي كنز هو الكرة صراحة أخرى طلعت بها توقال، لكن ما حاولش نلعب بها في الطريق هنا، حاولت نستلهم واحد القضية على الحياة ديالنا باش كنسطرو أهداف كنحاولو نتبعوهم بحال هاد الكرة، وكل ما وصلنا الهدف كنسطرو هدف آخر. وهاد الكرة بالنسبة لي دابا كنز كتخليني نتقدم رغم العياء رغم الصعوبات. هذا يدل على شيء ان الناس اللي كتكتب الاهداف ديالها كتسطرم ماشي غير في دماغها، كتقدر تمشي بعيد وتحقق. خاصها شويه الصرامه والصبر والتحدي، وان شاء الله ربي يسر. يس دائما في المقدمه الكره، الكنز ديالي الكره عشقتها وانا باقي صغير. باقي هذاك العشق المجنون هو اللي خلاها تبعد عليا ونبعد منها. الان كنرجع ليها وان شاء الله نحقق فيها شي حوايج اللي ما حققهمش شي واحد في العالم. الحلم ديالي كان هو لعب مع كابتن ماجد وشنايدر وياسين كاس العالم من البرازيل. تقريبا لكم حلم شافيه خيالي، ولكن ان شاء الله نحقق الحلم بطريقه اخرى. ماشي بطريقه المونغا، وماشي بطريقه البلوغرانا، ماشي بطريقه الميرينغي، ماشي بطريقه سكوادرا ازورا، ماشي بطريقه الاسود، ولكن بطريقتي الخاصه بطريقتي. يا سلام في المقدمه الحمد لله وسط هذه البحيره المتجمده بحيره ويوان رفقاته خيره من العناصر الكبار في الروندوني. يا سلام نكمل الاهداف ديالي. تارة على اليمين تارة على اليسار، كنز حقيقي هذا هو الكنوز، هذه هي الكنوز اللي كنبحث عليها بالتفاؤل بالايجابيه وبالواقعيه في اللاعب والعمل، كتخليك توصل لشي حويجه الحمد لله اللي كتفاجئ العالم. يا سلام مش ممكن. هلا نتمتعوا بالطبيعه هاد الهدوء، مرة في طريق النجاح ريح وارتاح لك شوية عاد كمل الطريق. ما تابوندونيش، ما تنساهمش، دونت جيف اب، ولكن غير خذ قسط من الراحة، تمتع بالطريق وكمل. هذه هي الرسالة نقدر نوصل لكم اليوم من هنا، وما أدراك ما هنا، ملعب مليء بالثلوج غني.